النتاح بالقصوى تسود منطقة باب العمود. يمكن قمع الصحفي، ولكن لا يمكن منع الحقيقة من الوصول. وجود صحافة حرة وضمان حريتها هو وجود لمجتمع حر وضمان حريته. قد تشكل المعلومات مسألة حياة أو موت، ولقد ظهر ذلك بشكل خاص في مواجهة وباء المعلومات المضللة في جائحة كورونا. وجودنا في الميدان هو التحدي الأول فقط، وأمامنا الكثير لنخوضه. هذا الجدار أوجد الاحتلال ليفصل بين مدينتين توأم، القدس عن بيت لحم. إن هذا اليوم ليس للاحتفال، إنه لتذكر أولئك الصحفيين الذين قدموا أرواحهم فداءً لرسالة القلم. وين بشوف المرأة بعد 10 سنين في الإعلام؟ يمكن لو كنا اتحدنا وصنعنا تغيير رح تكون بأفضل الأماكن، ويمكن واقفة جنبي هون. زميلتي الصحفية مش أقل مني ومنك لا حظ ولا حق. الصحفيات وحقوقهن واجب علينا ومش مني.